ايوه اه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق، استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوموا ادوار، اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 لا، I will sit in the back. ايه ده؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. أنت فصلتني. أنا أفصلك؟ ده أنت ابن الوزير. ده أنت اللي هتفصلني. You take drugs as well. إنجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يا لها موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب، لكون دابح ارنب مفرقع على البلد كله، بس عطرني فيه. يا استاذ رمضان، اما اسالك في القصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدله عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا، فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى، اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. آه اسمع كده، اهرق يا فتحي باشا. يا اساتذه، مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه.
مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفلنا المدرسه. انت بتضحك علي؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى انت يا رمضان، بس يا ولد انك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لم اداة جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرب مجروب. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد الباشا بيتضرب، اكسروا الباب. انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الولد ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربية والتعليم. ايوه ابن وزير التربية والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمة قوي، خليه ابن وزير الرأي. لا لان في الحقيقة ده ابن وزير التربية والتعليم. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ يمالها بردت كده ليه؟ ولا اني بيني جعان؟ استخبلنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عدى 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معلم.